يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرد على من يقول إننا في هذه البلاد موحدون ولسنا بحاجة إلى الإكثار من التوحيد وبيانه؟ أي مكيدة من الشيطان. نحن في هذه البلاد ولله الحمد على عقيدة التوحيد، لكن لا نكمل أنفسنا ولا نزكي أنفسنا، نقع في شيء ونحن نجهله، ولا فإذا لم نتعلم التوحيد وقعنا في أشياء من الشرك ومن مخلات بالتوحيد لأننا نجهل هذا الشيء بسبب الجهل، ولا يجوز لنا هذا. نحن نتعلم التوحيد، وإن كنا من أهل التوحيد من أجل ترسيخه ومن أجل ألا نقع في شيء نجهله. إبراهيم عليه السلام، هل أنت أشد توحيد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ فلا تحذر من الشرك في بلاد التوحيد، ما تحذر من الشرك وتبين مخاطر الشرك لئلا يقع فيه أحد؟ ما أحد يأمن على نفسه، يزكي نفسه. فقولهم هذا فيه مكيدة لأجل أن يترك التوحيد ولا يعتنى به. نعم.